هذه الكرة ملعوبة ممكن جول جول لقاسم غوصان. قاسم غوصان التعادل. إذن هم اللي يسكرون وراء اللي يسكرون وراء. هذه محاولة جول خطير الخطير خطير. خالد تكجي الهداف. خالد تكجي سجل الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة نقول ثمانية في الدقيقة ثمانية من الشوط الأول. علي سيسي جول. كرة ملعوبة بشكل جميل. خالد تكجي الله مصطفى يا مصطفى مصطفى يا مصطفى والهدف الرابع الهدف الرابع. خالد تكجي خالد مرر وياخذ مكان الله الهدف الخامس ليه علي السيسي. علي السيسي يسجل هدف للمنتخب اللبناني على شقيقه البحريني 5-1.